الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. انخفضت أسعار خامي البصرة الثقيل والمتوسط برغم من ارتفاع أسعار النفط عالميا، وانخفضت أسعار خامي البصرة الثقيل بمقدار $2.52 ليصل إلى $80.17 للبرميل، فيما انخفضت أسعار خامي البصرة المتوسط $2.52 أيضا ليصل إلى $82.92 للبرميل. قرر البنك المركزي العراقي السماح للمصارف العراقية باستيراد النقد الأجنبي من الخارج، ووضع البنك المركزي شروطا لاستيراد النقد الأجنبي، أهمها أن تكون استخدامات المبالغ لأغراض تلبية طلبات الزبائن من الشركات والمنظمات والهيئات المسجلة أصولا والأفراد العاملين لصالح شركات أو مؤسسات أجنبية، وكذلك أن يكون إدخال المبالغ عبر المنافذ الجوية حصرا. كشفت وزارة التجارة في العراق أنها تمتلك خزينا من مفردات البطاقة التموينية يكفي لتجهيز 4 سلال غذائية مقبلة. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة مثنى جبار إن الوزارة تدعم حاليا المطاحن من خلال تجهيزها بالحنطة المستوردة لإنتاج الطحين الصفر بمواصفات عالية تفوق المستورد بحسب قوله، مشيرا إلى ضبط العديد من عمليات الغش الصناعي والمواد التالفة لمفردات السلة الغذائية المهربة. أعلنت في العاصمة البلجيكية بروكسل حزمة مساعدات أوروبية للأردن قيمتها نحو 900 مليوني يورو، ووقع عليه 4 منح، منها فيما سيوقع على بقية الاتفاقيات ضمن إطار زمني حتى نهاية العام المقبل 2024. وستتضمن هذه المساعدات قرضين تنمويين من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة إجمالية تبلغ 500 مليون يورو في إطار تعزيز التعاون بين الأردن والبنك، بحيث يخصص الأول وقيمتها 100 مليون يورو لدعم مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان، والثاني بقيمة 400 مليون يورو لدعم الإصلاحات في قطاع المياه من خلال برنامج لتعزيز الأمن المائي في الأردن والتكيف مع المناخ. قال صندوق النقد الدولي إن البنك المركزي الأوروبي وصناع السياسات الآخرين بجميع أنحاء القارة يحتاجون إلى إبقاء أسعار الفائدة عند المستويات المرتفعة الحالية حتى التأكد من السيطرة على التضخم. وذكر الصندوق أن تكلفة خفض وتيرة استمرار التضخم قد تكون مرتفعة بشكل مؤلم، وقد تؤدي إلى جولة مؤلمة أخرى من رفع أسعار الفائدة، وهو ما قد يحرم الاقتصاد من نصيب كبير من النمو. وقبل الختام إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي، وكذلك إلى أسعار المعادن. نهاية الموجز، إلى اللقاء.